السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حكنا متابعي قناة ليث جيمز كل الشيء قلاب جانبكم فيديو جديد بقناة لعبة مودرن وارشيب. كثير من عندكم يعرف وكثير أيضا لا يعرف سفينة ذا جريت، وهي من السفن اللي كانت بالسيزونات السابقة من رويال باس. سفينة متكاملة لكن مظلومة، وعيبها الأساسي هو البدن مالتها، فكثير من الناس ما تاخذها أو ما تشتري من السوق الحرة لأن بدنها قليل. لكن راح نسوي لكم تشكيلة للي الناس عندها سفينة والناس تحب تشتريها سفينة، تشكيلة قاتلة للأونلاين مع التحديث الجديد. يا شباب نعرف هواي أمور تغيرت، فراح أحط لكم كل شيء من التحديث الجديد وندخل الأونلاين ونشوفكم إمكانيات ذا جريت. رغم بدنا 250,000 لكن إن شاء الله نطلع لكم بجولات جميلة وونات حلوة. فحطونا لايك وشاركونا الفيديو يا أصدقائكم وليتس جو. أوكي يا أصدقائي، سوينا التشكيلة كاملة قدامكم. صاروخ يعني براموس، بس ركز لي هنا زين. كل صاروخ براموس يطلق صاروخين، والسفينة تمتلك 4 صواريخ كل فتحة اكس 2، يعني كل اطلاق راح تكون عندنا 4 براموس. تخيل 8 براموس يطلقن اطلاقة واحدة. يا اله، مدفع تي ام اف والراجمة اتش جي 30، وخليت التوربيد هالمرة واي 7 حتى يطلق لي 4 اطلاقات. راح اولع الدنيا، راح اخليها كثافة نيران مو طبيعية. السفينة بها عيب ثاني ما حكيت بيه، انه لا تمتلك دفاع جوي كثير، تمتلك دفاعين جوي، فلي حطيت رابت فاير كدفاع جوي اسناد مع 2 جاربون ومروحي رايدر للكشف. يا شباب اشوف هاي التشكيلة هي الافضل والمتاحة الاقوى اللي ممكن انه يخليها لهاي السفينة. يلا متحمسين اونلاين. اول شيء واهم شيء هو الكشف، ثم الكشف ثم الكشف. الرايدر 17 كيلو متر، يا سلام عليها. رغم هي مروحية تير 2 لكن شوفوا اللي نحط لقب هيرو، شو امكانيتها بالكشف، شيء فظيع صراحة بالكشف. كشفنا اول واحد عندنا، شفتوا صار عندنا، عندنا كارثة صارت على الولد هذا خطيه المسكين، ما يعرف شو يسوي هسه. اتلقى 4 صواريخ. الله راح ودع، سلم لي. طبعا ملاحظ مهم، صار نيرف للصاروخ بالمدى مادي يا شباب، ها حتى تقول لي قال مدى مادي صار اقل من اجل التوازن. حلوين بالغواصة. الهي وضع صعب. ها ما عندي اي امل انه اصد التربيدات مالته الا بالسرعة مالتي. يا ساتر يا رب. كمية التربيدات فظيعة. موت يا رجال، واو دمج قليل هالمرة الجيم. لا بس هذا بداية، هذا مقبلات. قلنا ذاك الجيم يا شباب كان شنو؟ مقبلات. هسه الوجبة الرئيسية، هسه العشاء الفاخر يا شباب. نكشف وأمورنا تمام وننسحب. بيوتر فيرك قدامي، اوبا الضربة الأولى اللي خذيتها من عنده. روح يا البراموس، والله يا البراموس شو مسوي، شو مسوي بالدنيا يا البراموس. روح 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 من جهة، روح من جهة ثانية. حلو، تعال تعال تعال.
الله 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 الله. الساتر يا ضيم حمديين. هسه انا اتوقف واشتبك على راحة راحتي، والبراموس يروح وياخذ حقي. والله والله ابو سي ان، ابو سي ان سلم لي. يعني ما قلت لك مثلا تتوقع؟ لا قلت لك ادمرك، مو بس قلت لك. انت قدقتها ميت يا رجال، روح لا تعاند لا تعاند لا تعاند. قلت لكم ذاك الجيم مقبلات، هذا الجيم مش برئيسية. 989,000 مع كلين، دمار شامل، روح كمل. اوكي شباب، رأيكم بالجيم اللي فات؟ شنو رأيكم بالوضع اللي صار والدمج اللي جبته؟ كان أسطورة صراحة. احنا شو نسوي هسه؟ نسوي لنا انسحاب حلو قبل لا يشقنا الطيارات صراحة، ندين نشاقاتنا. الله 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 الله، بس اس دي جي دي دي جي اكس. اوبا دفعات يشتغلن هاتر اثنين. يا ساتر نعم، انه الزيركون النسخة الثانية. ما يفيد حبيبي، ما يفيد ما يفيد يا قلبه، ما يفيد. اوب 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 اوب، غواصة يا غواصات يا شباب. روح يا طربيدات، طلع بغواصة طلع بغواصة طلع بغواصة طلع بالغواصة. موت 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 موت. يا سلام، حلو حلو لعبك، تلعب يا لعب. والله لا 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 لا، ايش ايش دمي يا الله، يا الجليتشات المريضة قسم بالله الجليتشات يا إلهي يا أخي. الجلتشات مالها أم داعي هاي والله. اتصدر صدر صدر صدر، كفو كفو يا الكفو يا إلهي. طب إذا دمرتني قسم بالله، اسطوري 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 الدفاع الجوي. I love you يا جربون، كم هذا قاتل صعب جدا. بقى بس ابو الحامل اللي قدامي. ابو الحامل اللي قدامي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي ما عندي. ريمونتو ده اقدر 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 اقدر. مستحيل مستحيل هذا لا يحدث كل يوم. ابو الحامنة سلم لي يا الله، قسم بالله قسم بالله يا شباب،
بس دفاعين جوية ويا ربت فاير سوى المصيبة بالطيارات اللي جني. حتى الصواريخ صدن لي كثافة، يعني كثافة الصواريخ الصدن لها بقوة. The Great I Love You لو بس بدني تصير 320 330 نهائيا مستحيل واحد يقدر يقول عليها ضعيفة، تكون بالتكامل اللي بيها بكثافة النيران بيها هي أفضل سفينة تروي الباص. لكن البدن ما يلعب دور أساسي لأن بدنها ضعيف ودفاعها قليل، يعني صار 4 دفاعات و330 320 بدن خلاص جي جي. أتوسل لايك والمشاركة، أراكم تعليقاتكم بذا جريت ومع هاي التشكيلة يا شباب، في أمان الله.